بيتكلم فيلم النهاردة عن فراشة مسحورة اسمها تينكربيل اللي بتلاقي طفل صغير في الشارع لوحده بالليل، وبتكتشف لما بتقرب منه انه بيتر بان صاحب الاسطورة الشهير، ولما بتلمس ايده بيطير معاها لفوق في السماء وبتروح بيه لمدينة نيفرلاند. وبيكبر بيتر بان وسط سكان المدينة وتينكربيل بتاخد بالها منه. مع مرور الوقت بيقرر بيتر بان انه يدور على جذوره ويستكشف اصوله في لندن، المدينة اللي لقيته فيها تينكربيل. وبيتأثر بيتر بان وبتنزل دموعه لما بيشوف أمه وطفلها من بلكونة بيتهم، فبيطير بعيد وبتروح وراه تينكربيل وبتقوله انه صحيح ما عندوش عيلة لكن عنده أصدقاء كتير. وفجأة بيسمع بيتر بان صوت بنت من بلكونة أوضتها وهي بتحكي قصص من كتاب ماسكاه في إيدها، وبيعجب بيتر بان بالبنت اللي اسمها ويندي وبيقرر يزورها على طول وبيسمع قصصها، وفي المقابل ياخدها لمدينة نيفرلاند علشان تحكي قصص للأولاد المشردين اللي زيه. وبسبب اختلاف التوقيت بين لندن ونيفرلاند بيقدر بيتر بان يقابل أحفاد ويندي اللي اسمهم ويندي برضو وجون ومايكل، وبيقول لهم بيتر بان انه انجذب لجدتهم بسبب كتاب القصص بتاعها، وبياخدهم معاه لنيفرلاند علشان يتفرجوا على المهرجان اللي معمول لاطول يوم في السنه. وبيخطف القرصان هوك اميره الجزيره اللي بتفضل تضحك وبتقول له انها مش خايفه لان بيتر بان هيوصل في اي لحظه وينقذها. وبيضحك بيتر بان لما بيسمع من بعيد القرصان وهو بيقول انه بيعمل فخ ليه علشان لما يوصل يخطفه هو كمان. وبيؤمر هوك رجالته انهم يقبضوا على بيتر بان وبيصوبوا عليه المدفع اللي بيدمر السفينة وما بيسيبش بيتر بان اللي بيقدر ينقذ الأميرة اللي بتقوله انه بطلها. وبيبدأ المهرجان اللي بيكون فرصة لكل واحد انه يثبت قوته في المنافسات المختلفة، والسنة دي بيعلن القائد ان الطيران خلال المنافسات ممنوع. وبيتضايق كابتن هوك انه محدش عزمه على المهرجان فبيقرر يبوظه عليه، وبيحط خطة انه يخطف فيها الأميرة ليلي يربطها في قاع مستنقع ملعون. وبيخاف مساعد القرصان لما بيسمع كلمة مستنقع وبيقول ان محدش بيجرؤ انه يروح هناك، فبيأمن على القرصان بيقول له ان ده بالظبط اللي مطلوب، يعني بيتر بان هيحاول ينقذ الاميره وساعتها هيقابل الوحش هناك ومش هيعرف يخرج تاني. بيتنافس احفاد ويندي مع سكان الجزيره وبيتر بان اللي بيحاول يتعلم منهم لعبه القوس والسهم، وبيقع الموزه على جون وبيضحك الناس على الموقف. وبعدها بيروحوا يتفرجوا على الاميره ليلي وهي بترقص على دقات الطبول، وبينشغل جون بقرايه كتاب عن السيف السحري لونج جون بيبر فبيقرر انه يدور عليه في الجزيره. وبترقص ويندي مع الاميره اللي بتتضايق لما بتخطف الاضواء منها فبتسيب المكان وبتمشي. بيقرر جون يدخل المستنقع الملعون علشان يدور على السيف السحري ويبقى بطل زي بيتر بان. وبيسمع جون في الطريق القرصان ورجالته وهما بيتكلموا عن خطف الاميره وبيحاول يهرب منهم لما بيشوفوه مستخبي بين الشجر. بيدور مايكل والباقيين عن جون اللي بيوصل لحافه المستنقع وبيدخل يدور على السيف. وبيروح مايكل لويندي وبيتر علشان يقول لهم على اختفاء جون والاميره اللي كانت قاعده لوحدها بعيد ويراقبها القرصان. وبيدخل رجالته يرقصوا قدام بيتر والباقيين اللي في اللحظه دي بيخطف فيها الاميره، لكن بيتر بان بياخد باله وبيجري ورا القرصان بس ما بيلحقوش. وبيوصل القرصان بالاميره للمستنقع وبيوصل جون لشجره ميته، وفجاه بيلاقي قدامه وحش ضخم فبيحاول يهرب منه وبيوصل للسيف المسحور وبيربط القرصان الاميره في الوقت ده جوه المستنقع وهو مبسوط علشان هيتخلص من الاميره وبيتر بان مع بعض. لكن فجأة بيظهر الوحش وبتصوت الأميرة وبيجري القرصان بعيد من الخوف فبيقابل في طريقه بيتر بان وباقي السكان اللي جم عشان ينقذوا الأميرة. وبيوصل جون بالسيف السحري علشان يحارب الوحش وينقذ الأميرة في الوقت اللي كان بيتر بان بيحارب القرصان. ولما بيرجع بيتر بان وأصدقائه بعد إنقاذ الأميرة ما بيلاقوش الأطفال المشردين في البيت، وفي الوقت ده كان القرصان بيتخانق مع المساعد بتاعه بسبب نقص الإمدادات وعدم وجود شمع على السفينة، وبيقول له المساعد إن رجالته مش هيتحركوا إلا لو عرفوا انه في كنز ويدوروا عليه. فبيكذب القرصان على رجالته وبيقول لهم ان في كنز يخص بيتر بان وهم المفروض يروحوا يشوفوه علشان يشجعهم يجيبوا امدادات للسفينه. وبيروح بيتر بان واصدقائه لسفينه القرصان علشان يدوروا على الاطفال فما بيلاقوش حد عليها. وقتها كان القرصان ورجالته جوه الجزيره بيدوروا على الكنز، وبيتتبع بيتر بان واصدقائه اثار اقدامهم وبيلاقوا سيف هوك مرمي على الارض، وبيقع جون في حفره جوه شجره وبيدخل وراه بيتر بان وباقي الاطفال وبيلاقوا نفسهم في كهف غريب باب بيتفتح وبيتقفل وبيتحرك من مكان لمكان. وبيقرر بيتر يدخل من الباب السحري لكن ويندي والباقيين بيرفضوا يدخلوا وراه، وبيروح الباب ورا ويندي يدور عليها تستخبى منه. وبتلاقي مايكل قاعد بيعيط وبيقول انه عايز يروح بيته، وبتقول له ويندي ان هم لازم يلاقوا جون الاول. وبيلاقي بيتر بان وتينكر بيل جون والاطفال المشردين اللي كانوا واقفين بيحاربوا القرصان ورجالته، بيقع طفلين من فوق بس بتنقذهم تينكر بيل. اما بيتر بان فكانت رجله بتتحشر ومش عارف يتحرك، وبتدخل ويندي ومايكل من الباب ورا اصدقائهم اللي كانوا بيحاربوا في القرصان مع باقي الاطفال، وبيقع جون من فوق وبيمسك في الحافه فبيدخل مايكل وينقذه. وبيجري بيتر واصدقائه ورا الباب اللي بيتحرك بعيد عنهم علشان يلحقوه، وبيفتح بيتر بان الباب وبيدخلوا كلهم
كلهم جواه، وبيسيبوا القرصان ورجالته جوه، وبيؤمروا القرصان رجالته يكسروا الباب، وبينجحوا يدخلوا من الباب مرة تانية، وبيجروا بعيد لما الباب بيحاول يلتهمهم، وبيركب مايكل على الباب وبيركب مع الأطفال، وبيطلعهم الباب برا الكهف وبيطير بيهم بعيد، وبتقع ويندي وبينقذها بيتر بان. بيرجع الأطفال مرة تانية للمسابقات على الجزيرة، وبيبدأ جون وبيتر بان يتنفسوا، وبيختفي مايكل من قدامهم لأنه اتضايق منهم علشان اهتموا بجون ونسيوه. وبيظهر واحد من رجالته القرصان ومعاه فاكهة كتير، ولما بيسألوه زمايله جابهم منين يشرح لهم الطريق، وبيقول لهم ان في معبد من الذهب شافه وهو بيقطف الفاكهة، فبينبهروا وبيطلبوا منه يوديهم هناك. بيستخبى مايكل منهم لما بيلاقيهم قدامه، وبيتكلموا عن المعبد الذهبي وان حد فيهم لازم يروح يقول له هوك، وهم هيكملوا للمعبد. وبيقرر مايكل يمشي وراهم لحد ما بيوصلوا للمعبد، وبيمسك واحد من رجالة القرصان مايكل. فجأة بيلاقوا قدامهم كائنات غريبة لونها اخضر بتحاصرهم من كل مكان، وبيوصل واحد من رجالة القرصان لهوك وبيوصل له الرسالة، وبيؤمر القرصان بالتحرك بسرعة للمعبد اللي كان فيه باقي رجالته ومايكل محبوسين من الكائنات الخضر. وبيلاقي مايكل فتحة كبيرة في السقف، وبيتمنى رجال القرصان ان حد يجي ينقذهم بسرعة. وبيسمع بيتر بان وصحابه القرصان وهو بيتكلم عن المعبد، وبيقرروا يمشوا وراه. وبيوصل القرصان للمعبد، وبيطلب بيتر بان من تينكر بيل تروح تبص عليه من جوه وتشوف لو مايكل جواه ولا لا. بالفعل بتلاقيه، وبيطلب مايكل منها تساعده وتساعد رجال القرصان في الخروج من الفتحة. وبعدها بيحارب بيتر واصدقائه القرصان وباقي رجالته. توصل تينكر بيل بمايكل والباقي، وبياخد القرصان مايكل كرهينة، بيدخل المعبد عشان يسرق الذهب. وبينبهر القرصان لما بيلاقي جوهرة كبيرة وسط المدخل، لكن بيدوس رجاله على أفخاخ بالغلط، وبيحاصرهم الكائنات الخضراء اللي بترجع لهوك لما بتلاقيه ماسك الجوهرة. وبيخرج هوك ومعاه مايكل والجوهرة، بس مايكل بيخبطه وبياخدها منه. وبيحاول رجال القرصان ان هما يغروا مايكل ينضم ليهم، لكن مايكل بيدي الجوهرة للكائنات الخضراء اللي بيشكروه علشان ما طمعش فيها زي الباقيين. وبيتخانق القرصان مع رجالته وبيتهمهم ان هما السبب في فشل خطته لسرقة المعبد. وبيرجع بيتر بان واصدقائه للمسابقات مرة تالتة، وبيجهزوا المسابقة الجديدة، لكن بيظهر لهم ولد شرير بيحاولوا يقبضوا عليه، لكن الولد بيطير في السماء وبيضحك عليهم علشان مش هيقدروا يمسكوه، لكن الجهاز اللي بيطير بيه بيبوظ وبيقع على سفينة القرصان اللي بيسمع صوت ضحكته الشريرة، وبيتضايق ان ممكن حد يسرق الضحكة دي. وبيطلع هوك على سطح المركب، بيلاقي الولد بيدي تعليمات لرجالته، بيقدم نفسه للولد وبيطلب منه يعملوا صفقة سوا ضد بيتر بان. وبيفرج الولد قواه للقرصان اللي بينبهر بيها، وبيتضايق رجالته من اهتمامه بالولد، لكن الولد بيحاول يوقع بين القرصان والمساعد بتاعه. لما بيزعق القرصان في المساعد بيحبس المساعد القرصان، وبيعلم الولد ان هو القائد الجديد للسفينه، وبينط القرصان في الميه وبيسمعهم وهما بيتفقوا عليه، فبيجري على بيتر بان عشان يطلب مساعدته، وبيطلب الولد من رجال القرصان يرفهوا عنه، وبيعملوا له عرض بعد ما استولى على السفينه وعينهم اتباع ليه. وبيدخل هوك على المساعد بتاعه الاوضه وبيضربه، اما بيتر بان والباقيين بيهاجموا الولد وطاقم السفينه. ولما بيقول الولد ان عمره ما هيعترف خبى فين الكنز العملاق اللي لقاه على الجزيره، بيخطف القرصان ويندي وبيغير رايه ناحيه بيتر بان، وبيامره يسيب الولد. فبيدوس بيتر على زرار النجده اللي معاه وبينبه سكان الجزيره انهم في خطر. بيوصل سكان الجزيره للدفاع عن بيتر بان واصدقائه، بيقبضوا على الولد اللي بيتعصب وما بيقبلش الخساره منهم، وبيشغل الاطفال دايره طاقه سحريه عشان ترجع الولد لمكانه في العالم بتاعه. وبيرجع الاطفال لندن بعد ما بيوصلهم بيتر بان، اما القرصان فبيدخل عليه المساعد بتاعه، بيلاقيه عامل خريطه لكتاب نيفرلاند اللي نسيه جون على الجزيره. وقبل ما بيخرج بيتر بان وتينكر بيل من عند الاطفال، بيلاحظوا رجوع الولد الشرير ومعاه مفجر ذري، وبيحاول بيتر بان ياخده منه. بيدخل مايكل جوه الباب المسحور، وبتدخل وراه تينكر بيل وبتحاول تنقذه في الوقت اللي بيحاول فيه الاطفال التخلص من المفجر الذري. وبيكتشف الاطفال ان القرصان هو اللي رجع الولد الشرير وجابه بالسفينه بتاعته عن طريق استخدام الكتاب السحري، وعمل ابواب سحريه كتير حواليهم، جاب معاه الوحش والمخلوقات الخضراء، بيهاجموا بيتر بان واصدقائه اللي بيحاولوا يحاربوهم باقصى قوه عندهم. بيحاول جون يدور على الكتاب بتاعه على السفينه، لكن واحد من رجاله القرصان بيقبض عليه وبيقول بيتر بان انه مش قادر يهزم هوك المره دي، لكن تينكر بيل بترفض الاستسلام وبتدخل جوه اوضه القرصان اللي بتلاقيه قطع الكتاب، فبتقوم بعمل حيله سحريه ورجعت الكتاب لحالته الاصليه، وقفلت الكتاب علشان سحره ينتهي وينجح بيتر بان واصدقائه في الانتصار على القرصان واعوان، وبتنتهي الحكايه. الفيديو ده كتبته وسجلته امل عقيل ومنتجه رامي سمير، وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدراميه بصوت محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطه عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والانمي. سلام.